اعطينا 5 دقايق عم نصور شغلي انا وانا ونرجع نحكيك. هاشتاج نجوى take me on stars on board، هيدا عنواننا لحتى حدا منكن يغني غنية كلنا سوا منغني لشوف ايالي صوته احلى معنا 30 ثانية موال سيد الرجال. سيد الرجال بتغنون هاشتاج نجوى take me on stars on board. نستعمل موال تبع وهو عامل هاشتاج نجوى take me on stars on board اللي بغنية احلى بوعده رح يخدم. نجوى take me on stars on board موال سيد الرجال مدته 30 ثانية. على تويتر قلت هاشتاج دخلك؟ لا. هاشتاج نجوى take me on stars on board موال سيد الرجال 30 ثانية تاج نجوى كرم. هاشتاج نجوى take me on stars on board. مين اجا؟ مين بده يغني احلى؟ بدكم تنزلوه على تويتر ونجوى كرم هاشتاج نجمة واكيد رح غني سوا انا وياه على الام بي سي. بس اعملوا هاشتاج نجوى كرم. رح يكون معي بالكروز باكتوبر ورح يغني معي. بس اعملوا هاشتاج واعملوا تاج نجوى كرم. كونوا معي غنوا معي واللي بيربح رح يكون معي. بس ما حلو.